فاكرين المرة اللي فاتت كان ده آخر مثال اتكلمنا عنه، صح؟ اللي كنا بنجيب فيه المشتقة الرابعة، ماشي؟ كنا بنفاضل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ده كان آخر مثال إحنا كنا اتكلمنا عنه، صح؟ مظبوط يا دكتور. مظبوط. طب كويس، طيب هنكمل دلوقتي. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان في معنيين للتفاضل. المعنى الاولاني هو معدل التغير او الريت اوف تشينج، والمعنى الثاني ان التفاضل هو ميل المماس. المعنى الثاني ان التفاضل هو ميل المماس. ففي المثال ده بيقول لي ايه؟ find the point on y بيساوي x power تلت في 8 ناقص x، ده كيرف for horizontal and vertical tangent. horizontal يعني أفقي، و vertical يعني رأسي. أنا لو عندي كيرف بالشكل ده، كيرف بأي منظر، عند أي نقطة ميل المماس هو قيمة التفاضل. ففي نقط مميزة، النقطة اللي عندها بيبقى فيه، من فضلكم اقفلوا، من فضلكم اقفلوا المايكات. من فضلكم اقفلوا المايكات. ممكن مش واخده بالها يا دكتور. هو ممكن يا دكتور مفتوح غصب عنه، فحضرتك ممكن تعمل انميوت على الكل. اوكي، فعند النقطة ديت في عندنا horizontal tangent، في tangent horizontal يعني ايه؟ يعني بيوازي محور x. وعند النقطة ديت في عندنا vertical tangent، في عندنا خط ايه؟ خط رأسي. المماس بيعمل زاوية ايه؟ المماس بيعمل زاوية 90. فعند النقطة ديت، عند النقطة ديت y داش بيساوي صفر، عند النقطة ديت واي داش بيساوي واحد على صفر. واحد على صفر ليه؟ علشان واحد على صفر بإنفينيتي، وتان تسعين بيساوي إنفينيتي. تان صفر بيساوي صفر، وتان تسعين درجة بيساوي إنفينيتي اللي هي واحد على صفر. فلما بيبقى عندي الخط أفقي بيعمل زاوية مقدارها صفر، وتان صفر بيساوي صفر. ولما بيكون الخط رأسي بيعمل زاوية 90 مع محور إكس، وبالتالي تان 90 بيساوي إنفينيتي، يعني التفاضل بيساوي ما لا نهاية. أوكي؟ فكل اللي أنا هعمله هنا في المسألة ديت إن أنا هجيب إف داش وأشوف أنهي إكس تخلي إف داش بيساوي صفر، وأنهي إكس كمان بيخلي إف داش بيساوي واحد على صفر او عدد على صفر او انفينيتي. يعني النقط اللي تخلي اف داش بصفر يكون عندها هوريزونتال تانجنت، والنقط اللي يكون عندها اف داش بيساوي انفينيتي يكون عندها فيرتيكال تانجنت اللي هي مماس راسي. ده حل المساله. اوكي ماشي، حد عنده اي مشاكل؟ حد بيستفسر عن حاجه؟ يعني أتوضح لنا أكتر، هي توضح أكتر يا دكتور معلش، مع المثال ده لما نيجي نحله. بس لما نيجي نحلها طب اقفل المايك بتاعك بقى. يلا find the points on
y بيساوي x باور تلت في 8 ناقص x for horizontal and vertical tangent. واحنا شرحنا يعني ايه horizontal ويعني ايه vertical ايه ويعني ايه vertical tangent. طيب الحل، اول حاجة هنعملها ان احنا نجيب y داش. اول حاجة f داش او y داش، ما هي f داش هي نفسها ايه؟ y داش. طيب هنفاضل ده، يا اما نضربهم في بعض ويبقوا كميتين مطروحين من بعض ونفاضل عادي، يا اما نفاضل حاصل ضرب. انا هفاضل هنا حاصل ضرب، الاولاني x باور تلت اهو هنزله زي ما هي زي ما هو، والتاني 8 ناقص x هفاضله، تفاضله بناقص واحد هاخد الاول في تفاضل التاني زائد العكس بقى. تفاضل x باور تلت هيبقى تلت في x باور ناقص 2 على 3 اللي هو تلت ناقص واحد في التاني اللي هو 8 ناقص x. هدفي هنا ان انا اختصر دي واوصلها على صورة حاجة على حاجة، اوصلها على صورة بسط على مقام، علشان لما اساوي البسط بصفر يجيب لي النقطة اللي عندها y داش هيساوي صفر اللي عندها horizontal tangent، ولما اساوي المقام بتاعه بصفر يديني النقط اللي عندها y داش بيساوي حاجة على صفر اللي هي عندها vertical tangent. فالناس المرة اللي فاتت كانوا بيقولوا ايه؟ ينفع ما اختصرش؟ ينفع اجيب الحل واسيبه كده؟ فكنت بقول لهم لازم تعرف تختصر المسألة. ليه بقى؟ عشان تعرف تحل مسألة زي دي. لو انت ما تعودتش ان انت تختصر مش هتعرف تحل مسألة زي دي. فتعال نشوف كده هو هنختصر ديت ازاي. اولا x باور ناقص 2 على 3 دي كأنها 1 على x باور 2 على 3، يعني هنا هو كأن المسألة هي عبارة ناقص x باور تلت بعد كده زائد 8 ناقص x على 3 في x باور 2 على 3. فأنا عشان أوحد المقام هعمل إيه؟ الترم الأولاني ده هو هاجي هروح ضرب فوق في x باور 2 على 3، أدي x باور 2 على 3، وأقسم تحت في x باور 2 على 3. إشمعنى؟ عشان يبقى نفس المقام، وهضرب في 3 كمان وهضرب في 3 كمان، يبقى كده ما عملتش حاجة. ماشي؟ يبقى الناقص x باور تلت ديت مضروبة في 3 x باور 2 على 3 هيديني إيه؟ هيديني ناقص 3 x اللي هي الناقص 3 x دي على 3 x باور 2 على 3 أهي، ده أول ترم. والتاني هيبقى 8 ناقص x على 3 x باور 2 على 3 أهي، زائد 8 ناقص x على 3 x باور 2 على 3. يبقى عندنا هنا هو 8 ناقص 3 x وناقص x يبقى ناقص 4 x على 3 x باور 2 على 3، هو ده اللي أنا عايز أوصل. طيب for horizontal tangent بقى 8 ناقص 4 x بيساوي صفر، هاخد 8 ناقص 4 x وأساويها بصفر علشان أقول يبقى عندي horizontal tangent ساعتها. for horizontal tangent y داش بيساوي صفر، وده بيحصل لما 8 ناقص 4 x بيساوي صفر، وده بيحصل عند x بيساوي 2، وده بيحصل عند x بيساوي 2. هو بيقول لي find the points، اوجد النقط. النقط يعني النقطة بيبقى عندها x بكام وy بكام، النقطة الكاملة x وy. فلما x بيساوي 2 الy بيساوي كام؟ لو انا عوضت ان هو بx بيساوي 2 هيديني 2 باور 1 على 3 في 8 ناقص 2 اللي هي 6، يبقى 6 x باور 3 اللي هي 6 في الجذر الثالث للايه؟ لx حيث x ب 2 ساعتها. ماشي؟ يبقى دي النقطة الكاملة اللي عندها ايه؟ اللي عندها مماس افقي، اللي عندها horizontal tangent. طيب for vertical tangent هاخد اللي تحت بقى واسويه بزيرو، هاخد x باور 2 على 3 واسويه بزيرو، وده بيحصل لما x بيساوي زيرو. فلما x بيساوي زيرو يدينا الy بيساوي كام؟ هو كمان لو عوضت ان هو عند x بيساوي زيرو هيديني زيرو في 8، يعني الy بيساوي زيرو. يبقى النقطة الكاملة اللي عندها vertical tangent هي نقطة الأصل، والنقطة الكاملة اللي عندها horizontal tangent هي نقطة x بيساوي 2 و y بيساوي 6 كيوبك روت 2. اوكي؟
حد عنده اي مشاكل في المثال ده؟ معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تعيد المثال اللي هو قبل كده بتاع فور هوريزونتال تانجنت ده؟ المثال ده مش المثال اللي قبل كده، هو ده نفس المثال اللي احنا شغالين فيه. النقطة اللي قبل كده اصلا. ايه المشكلة اللي انت وقفت قصادك؟ حضرتك 6 جذر كيوب ل 2 دي. عوضت بالاثنين هنا. فين تاني؟ إيه؟ 2 باور تولت في 8 ناقص 2. 8 ناقص 2 ب 6 اكس باور 2، سوري 2 باور تولت. يعني ايه 2 باور تولت؟ يعني كيوبك روت 6 في الجذر التكعيبي الاثنين. اوكي؟ في حاجة تاني؟ لا تمام. في حد عنده أي مشاكل في المثال ده؟ طيب ناخد مثال تاني. Find the equation of the tangent. برضو من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات اللي بنستفيد بمعنى التفاضل هندسيا فيها، ان انا اقدر ان انا اجيب equation of the tangent. انا لو عندي كيرف بالشكل ده، انا لو عندي اي كيرف بالشكل ده، وعند النقطة ديت في، عند النقطة ديت في مماس، انا بعرف اجيب معادلة المماس عند النقطة دي. ليه بقى؟ لان النقطة ديت لو قلت انها x نوت، وهعوض في الواي علشان اجيب y نوت، النقطة دي معروفة. وعند النقطة ديت السلوب معروف بيساوي f داش عند نقطة x نوت، فأقدر أجيب معادلة الخط ده اللي هو المماس، لأن عرفت عليه نقطة وعارف السلوب بتاعه بيساوي كام. ومش بس كده، أعرف أجيب كمان معادلة العمودي على هذا المماس من نقطة التماس. ده اسمه المماس وده اسمه العمودي. طيب إيه الفرق ما بين المماس والعمودي؟ الاثنين بيمروا بنقطة X نوت و Y نوت، لكن الميل بتاعهم مختلف. لو الميل بتاع المماس اللي هو F داش of X نوت بيساوي M، يبقى الميل بتاع العمودي نيجاتيف 1 على M. ليه بقى كده؟ عشان دول متعامدين، لازم الخطين المتعامدين لو ميل واحد بيساوي M، يبقى التاني نيجاتيف 1 على M. ليه؟ علشان لازم يبقى M 1 في M 2 بيساوي نيجاتيف 1. ده الخطين المتعامدين. طب انتوا عارفين الكلام ده. عايز استفيد بالكلام ده في ان انا اجيب معادلة المماس والعمودي للكيرف ده. بص بقى بيقول لك ايه. Find the equation of the tangent and the normal lines to the curve y بيساوي 6 على x squared زائد x ناقص 6 at the y intersection point، عند نقطة تقاطعه مع محور واي. الكيرف ده، المنحنى ده، المنحنى ده ممكن يكون بيتقاطع مع محور اكس وبيتقاطع مع محور واي. هو عايز يجيب معادلة المماس والعمودي عند نقطة تقاطع هذا المنحنى، مش مع محور اكس، مع محور واي. لان عند محور وتقاطعه مع محور واي النقطة ديت كام وكام؟ أي نقطة وقع على محور واي الإكس بتاعها بصفر، فهتبقى صفر وكام، هحسب الكام ديت بالتعويض في الإيه، في الواي. ماشي؟ فبالنسبة بالنسبة للمسألة دي، لو حطيت الإكس بيساوي صفر يطلع الواي بساعتها بيساوي ناقص واحد. يبقى نقطة صفر وناقص واحد هي النقطة اللي أنا عايز أجيب عندها معادلة المماس ومعادلة العمودي، هي ديت الاكس نوت والواي نوت بتاعتي. ماشي؟ لما اجي افكر ان انا احل، لازم احتاج حاجتين، احتاج النقطه واحتاج الميل بتاع المماس اللي هو التفاضل. طيب النقطه عرفتها خلاص، عند اكس بيساوي صفر واي هيساوي ناقص واحد، يبقى النقطه اكس نوت وواي نوت هي صفر وناقص واحد. يفضل ايه؟ يعني نقطة X نوت و Y نوت اهي، اكتبها فوقيها اهي، نقطة صفر وناقص واحد، هي دي نقطة
النقطة اللي عندها الايه المماس. طيب يفضل ايه؟ يفضل ان انا اجيب ميل المماس، يفضل ان انا اجيب التفاضل. طيب التفاضل هعمل ايه؟ هعمل ديفرنشيشن لده. فكروني بقى ازاي نعمل ديفرنشيشن لده. الربع الربع للمقام وننزل المقام فوق في زي ما هو، وفي تفاضل البسط ماينس البسط ايوه. يعني هتعملها خارج حاصل اسمه. خارج اسمها بالظبط، خارج اسم. ده مش غلط، ده صح، لكن في حاجه اسهل، في حاجه اسهل. ان انا لو عملتها واحد على اف، واحد على داله مضروبه في 6، سيبك من الستة دي، الستة ده كونستنت. هل التفاضل بتاع واحد على اف بعرف اجيبه؟ تفاضل واحد على اكس بكام؟ بناقص واحد على اكس تربيع. طب لو كانت واحد على اف بكام؟ بناقص واحد على اف تربيع في مين؟ في اف داش. ينفع تعملها بسط ومقام، ولكن الاحسن ان انت تعملها واحد على ايه؟ واحد على اف. طيب يبقى عندنا هنا هوت هنعمل ايه؟ اكس سكويرد زائد اكس ناقص 6 سكويرد، وادي الناقص بتاعت القانون، وادي الستة اللي هي مضروبه فيها لانها ده كونستنت، في مين بقى؟ في تفاضل الاف، في تفاضل اكس سكويرد زائد اكس ناقص 6. تفاضل الاكس سكويرد ب 2 اكس، وتفاضل الاكس بيساوي 1. هو لو انت عملت خارج اسمه، ادي المقام، المقام تربيع تحت، فوق المقام في تفاضل البسط. لما بيبقى البسط كونستنت تفاضله بصفر، فيبقى الاختلاف ان هنا هتقول صفر ناقص هي هي. هنعوض بعد كده عند اكس بيساوي صفر، لان انا شغال عند نقطة صفر، عند نقطة صفر وناقص واحد. لما نعوض عند اكس بيساوي صفر يطلع لي فوق ناقص 6، وتحت لما نعوض عن اكس بيساوي صفر يديني زائد 36. ناقص 6 على 36 يعني بيساوي ناقص 1 على 6. الناقص مش باينه من الكلام اللي انا كاتبه، ماشي؟ يعني السلوب، يعني السلوب هنا هو بيساوي ايه؟ اهو بيانات اهو، السلوب بيساوي ناقص 1 على 6. ده السلوب بتاع مين؟ بتاع التانجنت. تعرف تجيب معادله التانجنت؟ نعرف نجيب معادله التانجنت. جت منين دي؟ جت منين؟ معادلة أي خط بيمر بنقطة X نوت و Y نوت وميلو M هي Y ناقص Y نوت في X نوت. ده اللي أنا عملته. طب Y نوت و X نوت كام؟ Y نوت و X نوت أو X نوت و Y نوت كانت صفر وناقص واحد، والسلوب بتاعه بيساوي إيه؟ والسلوب بتاعه بيساوي نيجاتيف 1 على 6، و M بيساوي نيجاتيف 1 على 6 اللي انا جبتها من الايه؟ من اخر حسبه حسبتها في الايه؟ في الصفحه اللي فاتت. ادي الام وادي اكس نوت وواي نوت، خلاص؟ يبقى واي ناقص ناقص 1 اللي هي واي زائد 1 بيساوي السلوب اللي هو ناقص 1 على 6 في اكس ناقص 0. دي لما نيجي نختصرها هنضرب 6 في الطرفين يطلع لي 6 واي زائد 6 بيساوي ناقص اكس، يروح الاكس الناحيه الثانيه، يعني 6 واي زائد 6 زائد اكس بيساوي 0. دي معادله ايه؟ دي معادله التانجنت. طيب معادله النورمال، معادله العمودي، معادله العمودي هتبقى ايه؟ هي هي، بس الاختلاف في الميل. برضو هتبقى بتمر بنفس النقطه، فالاكس نوت والواي نوت ما تغيروش، واي ناقص ناقص 1 واكس ناقص 0، لكن السلوب بتاع العمودي بيساوي اذا كان ده ناقص 1 على 6 يبقى ده ناقص مقلوبه اللي هو بيساوي زائد 6. يعني y بيساوي 6x، y ناقص زائد 1 بيساوي 6x، يعني y ناقص 6x زائد 1 بيساوي 0. اوكي، حد عنده اي مشاكل؟ حد في حاجه مش فاهمها في اللي انا عملته؟ تمام تمام تمام. اوكي، تعالوا ناخد مثال تاني. ممكن نعم
وانا لو كانت المعادله بقى معكوسه، لو كان مع محور اكس كنت هبتدي من البدايه، بدل ما اعوض باكس بصفر هعوض بواي بصفر واجيب. جميل، هتعوض واي بصفر وتحل المعادله فتجيب الاكسات، تمام. هيبقى ممكن يكون في اكس واحده، ممكن يكون في اكستين على حسب حل المعادله. تمام، اي مشاكل؟ اي سؤال تاني؟ المثال ده بيقول لي اوجد دي بي باي دي ار اف بي اوف ار بيساوي 1 ناقص سيك ار على 1 زائد سيك ار. هنا بس المثال ده اولا بيشغلني مع التريجنومتريك فانكشنز، بيشغلني مع الدوال المثلثيه. تاني حاجه بيقول لي مش لازم الفانكشن تبقى اسمها واي، ومش لازم الاندبندنت فاريبل يبقى اسمه اكس، ممكن الفانكشن تبقى اسمها بي والاندبندنت فاريبل اسمه ار بدل اكس. علي وحسين مش هتفرق معانا خالص في المسميات، تتسمى زي ما انت عايز. يبقى بدل الاكس هو ار هنا في المسألة دي، وبدل الواي بي. وبيقول لي فاين دي بي باي دي ار اف بي اوف ار بيساوي 1 ناقص سك على 1 زائد سك. طبعا لما هنيجي نتعامل معاها واحنا بنجيب التفاضل نتعامل معاها ايه؟ بسط ومقام. هنتعامل معاها بي وكيو، بي او مثلا خلينا اهي بي على كيو، اف على جي، بلاش كيو كيو دي، اف على جي. طب ينفع اضرب في الكونجكت يا دكتور؟ نعم اضرب في الكونجكت. طب وماله تضرب في الكونجكت وبعدين؟ وبعدين افضلها وبعد كده تفضلها. ماشي صح، تضرب في الكونجكت فوق وتحت وتختصر وبعد كده تفاضل، صح ينفع. اذا كان الكونجكت يبسطها، في بعض الاحيان الكونجكت ممكن يكلكعها ما يبسطهاش، او انت بيبسطها بس انت مش واخد بالك ان واحد ناقص سك سكويرد اللي هتظهر عندك دي هتبقى ناقص تان سكويرد. اوكي، واحده تطلع ناقص تان وواحده تطلع، نعم ممكن واحدة تطلع تان، يعني واحد ناقص سك ار دي هتطلع تان، واللي تحتها تطلع واحد ناقص سك. واحد ناقص سك ما بتسويش تان يا فندم، واحد ناقص سك ما بتسويش تان، سك تربيع ناقص واحد هي اللي بتساوي تان تربيع، لكن واحد ناقص سك ما بتسويش تان. ماشي، انت لو شلت واحد ناقص سك دي وخليتها تان هتاخد صفر في المساله دي، لانك بوظت المساله من اولها. فانا لو فضلت المساله الاول زي ما هي، على الاقل لو انا فضلتها 2% من درجه المساله اللي هي درجه التفاضل اللي هي بتبقى عليها الدرجه الكبيره، وبعد كده الاختصارات بتبقى 20%. لكن لو انا غيرت المساله وغلطت، لو انا غيرت المساله في الاول وغلطت يبقى انا بوظت المساله خالص. جي سكويرد تحت، جي اف داش ماينس اف جي داش. انا بفكركم بس، انا هعمل الكلام ده هنا، فهيبقى عندنا هنا هوت ايه اهي، واحد زائد سك ار الكل تربيع، اهي جي تربيع تحت، جي سكويرد تحت فوق جي اللي هو واحد زائد سك، في دريفيتيف واحد ناقص سك، دريفيتيف الواحد بصفر ودريفيتيف وناقص اهي، ودريفيتيف السك بايه؟ دريفيتيف سك بسك تان، صح؟ يبقى صفر ناقص سك ار تان ار، ناقص بتاعت القانون، الناقص دي بتاعت القانون. الاف بقى اللي هي واحد ناقص سك ار اهي اللي هو اللي فوق، في دريفيتيف اللي تحت، دريفيتيف اللي تحت ايه؟ دريفيتيف الواحد بصفر ودريفيتيف السك بسك تان، سك ار تان ار. ماشي؟ هيبقى عندي هنا هوت ايه؟ خد بالك ان الواحد ده مضروب في نيجاتيف سك ار تان ار، والواحد ده برضه كمان مضروب في سك ار تان ار، بس انا شايف كده اهو ان انا اقدر اخد نيجاتيف سك ار تان ار كلها دي كومن فاكتور من الاثنين. بص هي موجوده هنا وموجوده هنا، خد بالك الناقص بتاعها اهو،
فلو سحبت الناقص ده جوه يبقى هنا مكانه زائد، فانا هاخد ناقص 6 ار تان ار كومن فاكتور، اهي ناقص 6 ار تان ار خدته كومن فاكتور. اتفضل من الترم الاولاني ده ايه؟ 1 زائد 6 ار، 1 زائد 6 ار زائد، الاشاره دي بقت زائد لان الناقص دي هخليها زائد وادخل الناقص جوه، ماشي؟ يبقى زائد 1 ناقص 6 ار، 1 ناقص 6 ار، تروح ال 6 ار مع النيجاتيف 6 ار دي، ويتفضل 1 زائد 1 ب 2، 2 في 6 ار في تان ار في نيجاتيف على 1 زائد 6 ار سكوير، نيجاتيف 2 6 ار تان ار على 1 زائد 6 ار اول سكوير. دي قيمه الايه؟ المشتقه الايه؟ الاولى. ماشي؟ حد عنده اي مشاكل؟ المهم ان حضرتك تبقى بتعرف تعمل الكلام ده لوحدك، دي نقطه مهمه قوي، عشان لما اجيب لك مساله زيها او اصعب منها او اسهل منها او في الامتحان تعرف تعمل الكلام ده لوحدك، وتعرف وتعرف تقول، ما يجيش واحد يقول لي طيب انا لو سبتها هنا مش انت عايز التفاضل وانا فضلتها، طب ما نسيبها هنا، في واحد هيسيبها هنا وفي واحد هيشتغل ويجيبها ايه، ويجيبها في simplest form بالشكل ده، لا يمكن ان الاثنين دول يتساووا ببعض. اذا كانت المساله دي عليها 10 درجات مثلا فانت كده تاخد 8 من 10، واللي يشتغل ويكمل يجيب ايه، ياخد ايه، اثنين تانيين اللي هو الاختصارات. بس المهم ان انت لازم تتعلم الاختصارات، لازم تتعلم ازاي تختصر عشان بعد كده الشغل بتاعك يبقى سليم. اي سؤال؟ طيب هم دول المثالين اللي كانوا ايه، اللي كانوا فضل لنا من الايه، من المحاضره اللي فاتت او من الفايل بتاع المحاضره اللي فاتت. حد عنده اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ والله يا دكتور كده الواحد تمام في كل حاجه، بس موضوع برضو الهوريزونتال والفيرتيكال بلين مش قد كده برضو بصراحه، مش ثابت مع الواحد. الهوريزونتال والفيرتيكال لاين. طيب ايه بالظبط طيب اللي انت اللي مضايقك فيه؟ يعني انا متابع مع حضرتك اخر مثال، خلاص افترضنا ان الاكس بصفر والواي بداش 1 او سالب 1، تمام؟ ففضلناها وفضلناها بالقاعده اللي حضرتك قلت عليها اللي هو ايه، ماينس 1 على اف تربيع في تفاضل اللي هو الاف، تمام؟ بعد كده فضلناه وجبنا الواي داش، تمام؟ بعد كده احنا حطينا الواي اللي هو اللي احنا جبناه فضلناها بصفر، عوضنا عليها بصفر، فاذا صففنا المساله دي كلها على سالب 6 على 36 لما يعني ايه؟ انا حطيت الواي بصفر على فكره. ممكن ثواني يا دكتور بعد اذنك. انت 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 دخلت المثالين في قلب بعض يا باشمهندس. بتسال في الاف داش وبتسال في اللي تحت ده، وانا وقفت هنا بصراحه وتوهت، يعني مش دعوه بالهوريزونتال والفيرتيكال تانجنت، وانا وقفت هنا بصراحه يعني الدنيا اتلخبطت معايا بس مش اكتر والله، عشان اسف يا دكتور. ده مثال وده مثال. مين كان مين بيسال تاني؟ هوضح لك اللي انت عايزه. مين بيسال تاني؟ في حد كان بيتكلم اثناء ما انا بقول؟ انا كان عندي سؤال بس انا خلاص اتفضل. بالنسبه للمتر هيبقى في اللي فين المتر بالماده دي؟ ايه اللي جاب سيره المتر من دلوقتي يا باشمهندس واحنا بنشتغل؟ معلش والله يا دكتور عشان خاطر بس انا يعني عايز بس انا قبل كده كنت بحضر الفيديوهات هي هو محاضره واحد ومحاضره اثنين وكانوا ضايعين عليا، فانا بس كنت عاوز اعرف لو كان فايتني كتير ولا حاجه. دي محاضره ثالثه اول مره احضرها دلوقتي حالا. يا باشمهندس علشان تعرف فاتك كتير ولا فاتك قليل لازم تمسك المحاضرتين اللي قبل كده وعلى الاقل تشوفهم عشان تعرف فاتك حاضر فاتك قليل. انا ما اتكلمتش على الترم دلوقتي، لسه ما جيتش ناحيته، لما هنقرب منه هقول. انا ما اتكلمتش على الميد ترم، يعني ما يعني ما فيش وقت نتكلم، يعني مش وقته نتكلم فيه.
يعني دلوقتي بنفهم، احنا دلوقتي بنفهم الاول وبعد كده نشوف المتر، عشان لو ما فهمناش لا هنعرف نحل في لا في المتر ولا في الفاينل. طب نفهم الاول بس. اي سؤال تاني دكتور؟ معلش عايزين بس عايز اخر سلايد بعد اذنك. اخر سلايد الاختصار بس الاخير حضرتك، اما احنا ضربنا دلوقتي اما خدنا سالب سك تان عامل مشترك صح؟ دلوقتي السالب هيتضرب في سالب واحد وبعد كده هيتضرب في السك في السك ار صح؟ فهيقلب الواحد لماينس واحد وهيقلب السك الموجب. ما هو ده لو انا ده لو انا بفكها، انا مش بفك، انا باخد عامل مشترك. تمام، عشان بس متلخبط في الحته دي معلش. فالعامل المشترك، العامل المشترك لازم يبقى موجود هنا وهنا. تمام. اللي هو ناقص سك ار تان ار لازم يبقى موجود في الترم الاولاني وفي الترم الثاني، فانا لازم اشوفه ان هو موجود في الترم الاولاني والثاني. طب هو موجود في الترم الاولاني صريح، لان ناقص سك ار تان ار مضروبه في كام؟ مضروبه في 1 زائد سك ار. هنا القوس ده، القوس ده هو مش ناقص سك ار تان ار، ده زائد سك ار. طب الناقص هتجيله منين؟ ان انا هعتبر ان الناقص دي زائد في ناقص، هدخل الناقص دي جوه يبقى مكانها زائد، خد بالك. وبعد كده بعد كده هاخد ناقص سك ار تان ار كومن فاكتور، فيتفضل ايه من هنا واحد ومن هنا واحد ناقص سك ار، خد بالك، لان الاشاره دي اصبحت زائد. شكرا حضرتك. طب دكتور مش المفروض الناقص لما بتدخلها جوه بتدخلها على القوسين مش قوس واحد؟ لا، بتدخل في الضرب في قوس واحد. يعني انا لو عندي ناقص 5 في 6 ناقص 30، لما اجي ادخلها لو دخلتها على على 5 وعلى 6 بقت زائد 30، تدخل على القوسين لو مجموعين، يعني ناقص A زائد B تدخل تتضرب هنا وتتضرب هنا لو مجموعين، لكن لو مضروبين يبقى بتتضرب في واحد بس. فهمتي؟ اه تمام. دكتور لو سمحت هو نعم. سؤال بس انا مش متأكدة يعني هو صح ولا غلط. نعم. هو انا مش كان ممكن اضيع الواحد زائد سك ار مع الواحد ماينس سك ار مع اللي تحت اخد واحدة من التربيع اضيعها معاهم ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. لان هو لو هو واحد زائد وواحد زائد، يعني لو ده واحد زائد سيك ار وده واحد زائد سيك ار اقدر اقسم عليه فوق، لكن ده واحد زائد لكن ده واحد ناقص. تمام. مش نفس الكمية. تمام شكرا. اي سؤال تاني؟ بالنسبة بقى للي بيسأل في الهوريزونتال، بص انا هقول تاني اوكي. بالنسبه للي بيسال، طيب اوكي، بالنسبه للي بيسال في الهوريزونتال والفيرتيكال تانجنت، ليه مش بيكتب يمكن لازم شغارت؟ لا هيكتب دلوقتي. هيكتب دلوقتي. بالنسبة للهوريزونتال والفيرتيكال تانجنت، أنا لو عندي أي كيرف بالشكل ده عند النقطة دي في هوريزونتال، على فكرة أنا بعيد تاني، في هوريزونتال ليه؟ لأنه بيوازي الإكس أكس، ماشي؟ عنده ايه؟ عند النقطة ديت ايه؟ F داش بيساوي صفر. طيب وعند النقطة ديت المماس بيعمل 90 درجة مع الإكس. بصفة عامة عند أي نقطة، لو هنا هو بيصنع زاوية سيتا يبقى Y داش بيساوي تان سيتا، ده اللي احنا نعرفه. فلما تبقى سيتا هنا هو بيساوي صفر يبقى تان صفر بصفر، ولما تسيتها هنا هو بيساوي 90 درجة
يبقى واي داش بيساوي تان 90. تان 90 درجة اللي هي ساين 90 بواحد على كوزاين 90 بصفر، اللي هو بيساوي واحد على صفر اللي هو بيساوي انفينيتي. يبقى عند الفيرتيكال تانجنت المماس الرأسي بيحصل ان الواي داش بيساوي انفينيتي، وعند المماس الأفقي بيطلع ان واي داش بيساوي صفر. فلما يبقى عندي مثلا واي داش بيساوي 3 اكس ناقص 5 على اكس ناقص 1، سي ده مثلا في مسألة. طيب علشان يبقى عندنا مماس أفقي أعمل إيه؟ أخد ده وأساويه بالصفر. لو قلت إن 3 إكس ناقص 5 بيساوي صفر، يطلع إن إكس بيساوي 5 على 3، دي النقطة اللي عندها مماس أفقي. ليه؟ لأن لو 3 إكس ناقص 5 بيساوي صفر يطلع واي داش بصفر أفقي. طب ولو كانت إكس ناقص 1 هو اللي بيساوي صفر، يعني عند إكس بيساوي واحد، هيبقى عندي مماس إيه؟ رأسي. ليه مماس رأسي؟ لأن ساعتها الواي داش بيساوي حاجة على صفر، بيساوي رقم على صفر، ورقم على صفر بيساوي إنفينيتي، دي الصفة بتاعت الإيه؟ الرأسي. ماشي؟ ده توضيح للإيه؟ ده اللي هيخليني أحل المثال صح. ماشي الكلام؟ ده بالنسبة للمماس الأفقي والمماس الإيه؟ الرأسي. تمام جدا يا دكتور، ألف شكر لحضرتك. لا حد عنده اي مشاكل؟ طيب انا كده هوت هشير فايل تاني، لان كده الفايل ده هوت ايه التاني ده ايه عايزين ايه نتكلم فيه عن ايه. هنتكلم على حاجة اسمها implicit and parametric differentiation. implicit يعني ايه؟ حد يعرف implicit يعني ايه؟ ضمني. وparametric يعني بارامترية. بارامترية. هنشوف الرياضة بتقول دولة بتقول دولة ازاي. في كل المسائل اللي احنا اشتغلناها قبل كده كان عندي المسألة اللي عايز اجيب الواي داش بتاعتها كانت معطاة واي بيساوي اف اوف اكس، واي بيساوي واحد ناقص سك على واحد زائد سك، واي بيساوي واحد على اكس سكويرد ناقص زائد ستة اكس زائد اكس ناقص ستة. فاكرين؟ فاكرين المثالين الاخرانيين كانت المساله بتعطى واي بيساوي اف اوف اكس. المساله اللي بتعطى بالشكل ده اقول لك ان الواي معطاه صريحه في اكس، دي بنسميها داله صريحه. لكن في بعض الاحيان ما بعرفش افصل واي عن اكس، فبتبقى الفانكشن معطاه اف اوف اكس وواي بيساوي كونستنت، وانا ما اعرفش افصل الاكس عن الواي. الداله اللي بالشكل ده بتتسمى داله ضمنيه. يعني الواي داله في اكس بس مش معطاه صريحه، مش مديها لك واي واحد وبتساوي فانكشن في اكس. فده الديفينيشن الاولاني، ده معنى كلمه implicit. ايه هي الimplicit function؟ اهي any function given by f of x و y بيساوي constant، بحيث ان انا ما اعرفش افصل y عن x is called an implicit function. زي ايه؟ زي كده مثلا، قول لي تعرف تفصل هنا ال y عن x؟ تعرف تجيب y في طرف وبيساوي x؟ y واحدة بس في المسألة ما ينفعش، لما تتنطط جنبها مش هتعرف تجيب ال y. واحدة بيساوي دالة في x، ولا دي
واي ساين اكس زائد اكس ساين واي بيساوي 1، ولا دي اكس واي سكوير زائد واي اكس كيوب بيساوي 2. واخدين بالكم؟ انت لازم نمرة واحد تميز شكل اللي جات لك. والله جات لك الفانكشن واي بيساوي واي واحدة بيساوي زي كل الامثلة اللي احنا عملناهم قبل كده، دي بنسميها دالة صريحة. جات لك على صورة واي ما تفصلش عن اكس، او اف اوف اكس واي بيساوي كونستنت، يبقى ديت ايه؟ دالة اسمها دالة ايه؟ دالة ضمنية. طب تجيب ازاي الواي داش من الدالة الضمنية؟ لازم بتكتب عبارة في كل المسائل، العبارة اللي انت بتكتب بتقول تعالى نفاضل الطرفين بالنسبة لإكس، لازم بتكتب عبارة ديفرنشيات مع كل المسائل دي، مع كل المسائل الضمنية لازم تقول ديفرنشيات both sides with اختصرها W respect R to X. يعني ايه بالعربي؟ يعني هنفاضل الطرفين بالنسبة لإكس. ولما نيجي نفاضل الواي نقول مش تفاضل الواي بواحد، لأ نقول تفاضل الواي بواي داش. ولما نيجي نفاضل واي تربيع نقول 2 واي في واي داش. ولما نيجي نفاضل ساين واي نقول كوزاين واي في واي داش. ليه؟ لأن الواي دالة في إكس. ماشي الكلام؟ تعالوا ناخد مثال الأول. بس قبل ما ناخد مثال، حد عنده أي مشاكل؟ أنا دلوقتي شغال في الـ implicit، لسه ما جتش ناحية الـ parametric، الـ implicit differentiation. في حد عنده أي مشاكل؟ طيب find dy by dx في المثال ده، find dy by dx if كيوب زائد y كيوب ناقص زائد 5y بيساوي 8. وبيقول لي هات واي داش. طبعا من الصعب ان احنا نفصل ونجيب واي بيساوي، يعني ممكن واحد يقول لك ايه، طب ما خلاص ما احنا ممكن نحل المساله دي ونجيب ايه واي بيساوي وبعد كده نشتغل عادي. اقول له كان غيرك اشطر، مش هتعرف تعمل كده، مش هتعرف تجيب واي بيساوي، لان في عندك كذا ترم في واي، ما عندكش واي واحد. ماشي؟ فهنكتب العباره دي، هنكتب عباره ديفرنشيت بوث سايدز with respect to x، with respect to x اللي احنا بنختصرها w r t with respect to x. العبارة دي لازم تكتبها في المسألة عشان تحل صح، مش عشان تاخد الدرجة، عشان تحل صح، عشان تقعد تفكر نفسك كل مرة تقول انا بفاضل بالنسبة ل x. فلما هتيجي تفاضل ال x cubed هتقول 3x squared، ولما هتيجي تفاضل ال y cubed مش هتقول 3y squared وتسكت، لا هتقول 3y squared في dy by dx، اللي هو 3y squared في y dash. ولما هتيجي تجيب تفاضل ال negative 7x هتبقى ب negative 7، ولما هتيجي تجيب تفاضل ال 5y ب 5y dash، وايه؟ وتفاضل ال 8 بصفر. يا تكتبها واي داش يا تكتبها دي واي باي دي اكس. يعني ادي النتيجه، بص معايا اهي 3 اكس سكويرد ده الديريفيتيف بتاع الاكس كيوب، 3 واي سكويرد في واي داش ده الديريفيتيف بتاع ايه؟ واي كيوب، نيجاتيف 7 ده الديريفيتيف بتاع نيجاتيف 7 اكس، و5 واي داش اللي هو الديريفيتيف بتاع 5 واي. ليه؟ لاني بفكر نفسي واقول انا بفاضل بالنسبه لاكس، بالنسبة لإكس هيخليني ما انساش الواي داش. لما أقول لنفسي بالنسبة لإكس مش هنسى الواي داش. طيب بعد كده بعمل إيه؟ بلاقي عندي فيه ترمات كتيرة، ترمات فيها واي داش اللي هو الترم الثاني والترم الرابع، وترمات ما فيهاش واي داش. هخلي في طرف واحد الترمات اللي فيها الواي داش اللي هم 3 واي سكويرد واي داش أهو، وخمسة واي داش أهي، والترمات التانية أوديها الناحية التانية بنيجاتيف الساين اللي هو الناقص 7 والتلاتة إيه؟ والتلاتة إكس سكويرد. الناقص 7 تروح بزائد 7
والثلاثة اكس سكوير تروح بناقص ثلاثة اكس سكوير. بعد كده اخد من الترمين دول واي داش كومان فاكتور اهي. واي داش اتخذت كومان فاكتور فتفضل ايه؟ تفضل ثلاثة واي سكوير زائد خمسة بيساوي سبعة ناقص ثلاثة اكس سكوير. محدش جه ناحيتها دي. ثم بعد كده اروح قاسم على ده عشان اخلص الواي داش لوحدها. يطلع الواي داش بيساوي كام؟ 7 ناقص 3 اكس سكوير على 3 واي سكوير زائد 5. ادي الواي داش اللي مطلوب. ادي الواي داش اللي مطلوب. طلعت الواي داش بدلاله مين؟ ده المهم بقى ان انت تكون عارفه. تطلع الواي داش هي كمان بدلاله اكس وواي. وما تعرفش تفصلها بدلاله اكس بس. كده انت وصلت. اللي عنده اي مشاكل يسأل. في حد مش فاهم اي حاجة يقول. او في حاجة مش واضحة نعيدها تاني ما بجراش حاجة. معلش يا دكتور ممكن تعيد شرحها تاني؟ اعيد شرحها. اكس كيوبد. اولا طبعا لان لازم اكون متأكد انها متأكد انها او بشتغلها وانا في دماغي كده بقول اه دي دالة ضمنية. دي دالة ضمنية لما هاجي افاضل اكس كيوبد بكام؟ بتلاتة اكس سكوارد لان بفضل بالنسبة لاكس. ولما هاجي افاضل الواي كيوبد مش هقول تلاتة واي سكوارد واسكت لاني بفاضل بالنسبة لاكس هقول تلاتة واي سكوارد في واي داش. هو ده الكي. هو ده المفتاح ان انا بفاضل بالنسبة لاكس. بعد كده تفاضل الناقص 7 ناقص 7 اكس بناقص 7 وتفاضل ال 5 واي ب 5 واي داش. اوكي لو انا عملت الخطوه دي وانا عملت الخطوه دي صح خلصت الدنيا. لو الخطوه دي عملتها صح خلصت الدنيا. بعد كده بعمل ايه؟ بلم الحاجات اللي فيها واي داش في طرف اسيبها في الطرف الشمال وودي كل الترمات الثانيه بالنيجاتيف ساين الناحيه الثانيه بعكس الإشارة يعني. فهيبقى 3 واي سكويرد واي داش زائد 5 واي داش خليها في ناحية والناقص 7 تروح هناك بزائد 7 وال 3 اكس سكويرد تروح بناقص 3 اكس سكويرد. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد من الترمين دول واي داش كومن فاكتور عامل مشترك. هيبقى واي داش في 3 واي سكويرد زائد 5 اهي. وال 7 ناقص 3 اكس سكويرد زي ما هي. بعد كده اروح قاسم على قاسم الطرفين اللي كانت مضروبة هنا تيجي تحت هنا. يبقى الواي داش لوحدها بكام؟ ب 7 ناقص 3 اكس سكوير على 3 واي سكوير زائد 5. اوكي؟ اوكي شكرا. حد عنده اي مشاكل؟ طيب نكمل. فايند واي داش واي داش 4 3 اكس واي زائد واي سكويرد بيساوي اكس سكويرد زائد 7. طبعا لا يمكن هنا ان انا افصل الواي لوحدها في طرف لان في ترمين فيهم واي مش هعرف. فهي دي امبليسيت لازم هقول ديفرنشيت بوث سايدز وذ ريسبكت تو اكس. لازم هقول هنفاضل الطرفين بالنسبه لاكس. العباره المهمه اللي لازم اكتبها differentiate both sides. طيب لما اجي ادفرنشيت 3 اكس واي افاضلهم ازاي؟ اه 3 ده كونستنت واكس دي فانكشن وواي دي ايه او فاريبل يعني وواي دي فانكشن. فانا افاضلهم حاصل ضرب اكس في واي افاضلهم حاصل ضرب. اه لان الاكس بتتفاضل بالنسبه لاكس والواي بتتفاضل بالنسبه لك فدول دالتين صحيح فيهم داله بسيطه اللي هي داله الاكس لكن دول دالتين مضروبين في بعض. خلاص يبقى 3 واكس في واي نفاضلها ازاي؟ الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاولاني. طب الواي سكويرد هفاضلها ازاي؟ 2 واي في واي داش. كانها براكت باور ان. ان في البراكت باور ان ناقص 1 في الدريفيتيف اللي جوه. اللي هو هيبقى 2 في واي في واي داش. والاكس سكويرد ب 2 اكس اهو. تعالوا نعمل الكلام ده. ادي الثلاثه كونستانت نزلت زي ما هو. زي ما هي. وبعد كده فضلت الاكس في واي الاول في تفاضل الثاني، الاكس في تفاضل الواي بواي داش، زائد واحد في واي. واحد مين ده اللي هو تفاضل الاكس؟ الاول ثاني، معلش.
الثاني. الأول في التفاضل الثاني، الأول اللي هو X والثاني Y، فالأول X في تفاضل ال Y Y داش زائد تفاضل الأول اللي هو واحد اللي هو تفاضل ال X في الثاني زائد اللي هو Y يعني. زائد تفاضل ال Y سكويرد 2 Y في Y داش بيساوي 2 X. برضو أنا عندي هنا هو الترمين فيهم إيه؟ ترمين فيهم Y داش اللي هو الترم ده والترم ده، 3 X في Y داش و2 Y في Y داش، دول أخليهم في طرف، والناحية التانية أودي التلاتة واي ماشي اهي. يعني ديت عبارة عن ايه؟ تلاتة اكس واي داش زائد تلاتة واي زائد اتنين واي واي داش بيساوي اتنين اكس. خلي في الطرفين، خلي في الطرف الشمال الترمات اللي فيها واي داش بس، وودي التلاتة واي دي الناحية التانية هتروح بالنيجاتيف، وبعد كده خد من الترمين دول واي داش كومن فاكتور. يتفضل ايه؟ يتفضل واي داش هنا هتبقى مضروبه في 3 اكس، واي داش هنا في 2 واي، يبقى 3 اكس زائد 2 واي بيساوي 2 اكس اهو ناقص 3 واي ناقص 3. بعد كده هو اقسم على 3 اكس زائد 2 واي يجيب لك الواي داش بيساوي كام. برضو زي ما انت شايف الواي داش طالعه بدلاله مين؟ طالعه بدلاله بوس اكس وواي، طلع بدلالة بوس X و Y. أي مشاكل اسأل، أي حاجة مش واضحة اسأل، لو في حاجة مش باينة اسأله، لو في لو المثال كله مش واضح قوله وعيده تاني مفيش مشكلة. دكتور هو احنا ليه ما عملناش ديفرنشيت لتلاتة؟ ديفرنشيت لتلاتة؟ عايز تعمل ديفرنشيت لتلاتة ازاي؟ نعمل لها ديفرنشيت لوحدها زي اكس واي ولا ما ينفعش؟ انهي قانون؟ مش التلاتة دي كونستانت يا ابني؟ طب ما الكونستانت بتعمل معاه ايه؟ لو انت عندك خمسة ساين، لو انت عندك خمسة ساين تفاضلها بكام؟ الساين تفاضلها بنيجاتيف كوزاين، الساين تفاضلها بكوزاين مش بنيجاتيف كوزاين. والخمس عملت فيها ايه؟ يعني انت مثلا لو انا اديت لك، لو انا اديت لك مسألة، انت اسمك ايه؟ احمد. يا احمد لو انا اديت لك مسألة واي بيساوي، معلش استنى شوية، لو انا اديت لك واي بيساوي خمسة ساين اكس، واي داش بتساوي كام؟ تعرف تقول لي؟ يعني ايه؟ انا خلاص لخبطت، يعني ايه الخمسه هتفضل زي ما هي وفاضل أيوة. الساين ماشي وما فيش مشكله، كلنا بنتلخبط يا احمد مفيش مشكله ما يجراش حاجه، بس المهم تبقى عارف الغلطه ايه. الخمسه هتنزل زي ما هي ونفضل ماشي. فلما يبقى عندي ترم 3 اكس واي وبفضلها، هقول الثلاثه دي ماليش دعوه بيها هنزلها زي ما هي، ده كونست ينزل زي ما. لو التلاتة دي لوحدها زي السبعة، تفاضل السبعة بصفر، لكن لو التلاتة مضروبة في فانكشن تنزل التلاتة والفانكشن دي هي اللي تتفاضل. الأول في التفاضل الثاني واي داش زائد تفاضل الأول اللي هو بواحد في الثاني اللي هو بواحد. فهمت بقى يا أحمد؟ تمام شكرا. العفو. في حد عنده سؤال تاني؟ بقول لحضرتك يا دكتور أنا عايز اتفضل. يعني حضرتك كنت بتاخد واي داش عامل مشترك، بتاخد كل الواي بتوديه في طرف لوحده والاكس في طرف لوحده، حضرتك هنا يعني لا انا ما بعملش، انا باخد فيها واي داش واخليها في ناحيه وبقيه الترمات الثانيه كلها بوديها الناحيه الثانيه. ادي الحل اهو اهو اهو، انا باخد الترمات اللي فيها واي داش هي اللي بقعدها في السايد الشمال اللي هم مين؟ الثلاثة اكس واي داش والاثنين واي واي داش، دول اللي بخليهم في وان سايد، والسايد الثاني اودي كل، فالاثنين اكس هي اصلا في السايد الثاني والثلاثة واي هتروح بس بالنيجاتيف، تبقى نيجاتيف 3 واي. دي الخطوه الاولانيه. بعد كده انا عايز مين؟ انا عايز واي داش بس، فمن الترمين اللي عندي اخد واي داش كومن فاكتور، اخد واي داش مشترك.
يتفضل جوه ايه؟ من الترم الاولاني 3x ومن الترم الثاني 2y، 3x زائد 2y في الخطوه دي، في الخطوه دي اهي بيساوي 2x ناقص 3y. طب بعد كده انا عايز مين؟ انا عايز y داش. طب اعمل ايه؟ يبقى لازم اقسم على ده، اقسم الطرفين على ده، فده ينزل تحت. اوكي، اي سؤال لو انت لسه متلخبط قول لي. ناخد مثال تاني، متهيألي ده مثال تاني. Find the equation of the tangent. ادي مسألة فيها equation و tangent. Find the equations of the tangent and the normal lines to the curve. X سكوير زائد Y سكوير بيساوي 25. بالنسبة للأخ اللي كان بيسأل على التانجنت والنورمال، ادي كيرف وادي لاين، ده اسمه تانجنت، وادي النقطة، نقطة التماس دي نقطة مهمة قوي، والسلوب مهم قوي. يبقى انا عندي في النقطه ديت اكس نوت وواي نوت، لازم تبقى النقطه دي بالكامل معايا، ولازم يبقى الام بالكامل معايا عشان اقول ان معادله المماس هي ايه، هي واي ناقص واي نوت بيساوي ام في اكس ماينس اكس نوت، دي معادله المماس. طب والعمودي حكايته، العمودي ده، العمودي العمودي حكايته بس ان السلوب بتاعه هيساوي نيجاتيف واحد على ام. لو ده ام يبقى ده نيجاتيف واحد، لو ده خمسه يبقى نيجاتيف واحد على خمسه، لو ده نص يبقى ده نيجاتيف اتنين. ماشي، يبقى الايكويشن بتاع النورمال واي ناقص واي نوت بيساوي سلوبه نيجاتيف واحد على ام في اكس ناقص اكس نوت. الحاجات دي مسلمات بديهيات، وانس ان هو بيتكلم في المثال يقول لي equation tangent ونورمال، لازم ده يتحفر في دماغي، لازم ده يستدعى من الذاكرة. فهقول لنفسي طيب عشان احل انا لازمني النقطة، طب النقطة هو مدهاني، هو موفر عليا الشغل نقطة، ادي النقطة، يبقى فاضل ايه؟ فاضل الميل، فاضل الاسلوب، فاضل الواي داش. فيبقى هندفرنشيت، نلاقي ان الفانكشن ديت implicit function. تقول لي ما انا ممكن اجيب هواي بيساوي، اقول لك مش محتاج، انت تقدر تجيب التفاضل الامبليسيت بسهوله، مش محتاج ان انت تودي الاكس الناحيه الثانيه وبعد كده تاخد جذر وتشوف دي انهي نقطه انهي كيرف فيهم، مش محتاج ده، انت تقدر تفاضل على طول. هيبقى تفاضل الاكس سكويرد ب 2 اكس، وتفاضل الواي سكويرد ب 2 واي واي داش، وتفاضل ال 25 بصفر، نقدر نقسم هنا على 2 ونقول يبقى واي واي داش بيساوي ناقص اكس، واي واي داش بيساوي ناقص اكس، يعني واي داش بيساوي نيجاتيف اكس على واي، واي داش بيساوي نيجاتيف اكس على واي. ده عند اي نقطه، بس انا عايز اشتغل عند النقطه دي، عند نقطه اكس نوت واي نوت، عند نقطه ناقص 3 و4، عند النقطه اللي الاكس بتاعها بناقص 3 والواي ب4، عوض بيساوي ناقص 3 هيبقى ناقص ناقص 3 يبقى زائد 3، والواي بيساوي 4 يبقى الواي داش بيساوي 3 ارباع. ناقصك حاجه؟ مش ناقصك اي حاجه. ادي 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 الميل، ادي الام، ادي الواي داش، ميل المماس، وادي النقطه. خلاص، يبقى الايكويشن بتاع التانجنت ايه؟ واي ناقص واي نوت بيساوي ام في اكس ماينس اكس نوت اهي. واي ناقص واي نوت، واي نوت بكام؟ ب 4. بيساوي ام، ام بكام؟ ب 3 على 4. في x ماينس x نوت، x ماينس ماينس 3 اللي هي x بلس 3. ممكن تختصر دي وممكن ايه تسيبها زي ما هي. والايكويشن بتاع النورمال لاين هتبقى ايه؟ y ناقص 4 بيساوي السلوب بتاع 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 النورمال. اذا كان السلوب بتاع التانجنت 3 على 4، الثاني يبقى نيجاتيف مقلوبه، نيجاتيف 4 على 3. لو في اللاين السلوب بتاعه A على B، يبقى العمودي عليه هيبقى نيجاتيف B على A، عشان لما اضربهم في بعض الـ A تروح والـ B تروح ويديني نيجاتيف 1. خلاص، يبقى Y ناقص 4 بيساوي نيجاتيف 4 على 3 في X زائد 3.
حد عنده مشاكل؟ في أي حاجة مش واضحة؟ أو حد بيقول يمكن كنا نعرف نحلها بطريقة تانية؟ أو كان في طريقة تانية أسهل؟ أو بعض الناس بيكتبوا المعادلة بالشكل ده y ناقص y نوت على x ماينس x نوت بيساوي ال m، صح مش غلط، فهيبقى y ناقص 4 على x زائد 3 بيساوي 3 أرباع بالنسبة للايه؟ بالنسبة للمماس، والتاني هتبقى بتساوي ناقص 4 على 3، تديني نفس الكلام، دي نفس المعادلة. ماشي؟ أي سؤال؟ طب ده بالنسبة للبارامتريك فانكشنز، ده بالنسبة للبارامتريك فانكشنز. دكتور بعد إذنك. نعم. لو هو مثلا ما كانش مدينا النقط كنا بنجيبها ازاي؟ لا لو مش مديك النقط تبقى مشكلة، لازم يدي لك معلومة تجيب بيها النقط. خلاص ماشي، شكرا دكتور. لازم يدي لك معلومة تجيب بيها، يا إما يقول لك نقطة التقاطع مع مش عارف إيه، يا إما يقول لك بأي طريقة لازم يدي لك النقطة. تمام ماشي، شكرا. أي مشاكل تاني؟ أي سؤال؟ بعد إذنك يا دكتور، واحنا ممكن ناخد مثال مثلا مش مدينا في النقط ونشوف هنجيب النقط إزاي، أو هو مثلا بيدلنا على النقط إزاي. ليه عايز تاخد مثال ما فيهوش النقط؟ ليه عايز تعقد نفسك؟ مش الفكرة، احتمال مثلا ممكن يجي لو حطيني مثلا قدام الأمر الأقوى وما ادانيش النقط أعمل إيه؟ مش عارف تعمل إيه. كل مسألة وليها ظروفها، ما تعقدش نفسك يا باشمهندس. تمام. أنت يكفي إنك تحل اللي أنا بديهولك، يكفي إنك تحل المسائل اللي في الكتاب اللي عندك اللي زي اللي انا بشرحه لك. لو حاجه وقفت معاك هنحلها ونقول دي وقفت معانا علشان ايه، علشان ما عرفناش نفكر ازاي، بالك؟ لكن انا ما اقدرش ان انا اخترع اي حاجه وادعي ان انا هعرف احل كل حاجه. في حاجات بتبقى بسيطه بس حساباتها صعبه، فكرتها بسيطه لكن حساباتها صعبه. ماشي؟ أي سؤال تاني؟ إحنا كده خدنا الـ implicit function. تعالوا نتكلم على الـ parametric function. يعني إيه parametric؟ أنا خدت قبل كده، نوعيتين من الـ function. y بيساوي f of x، دي صريحة، و f of x و y بيساوي constant، دي ضمنية. نوع المسألة البارامتريك أو البارامتريك function بيبقى كل من ال y وال x جايين بدلالة بارامتر معين. يعني هدي لك ال x دالة في t وهدي لك ال y دالة في t، ايه t ده؟ هو البارامتر بتاعي، بحيث ان كل ما تي تتغير كل ما بتغير الاكس وبتغير الواي بالتالي. طبعا واحد ممكن يقول لي طب انا لو حذفت التي، من المعادلتين، ما انا كده هحصل على علاقه ما بين الواي والاكس، يا اما هتبقى داله صريحه في اكس يا اما داله ضمنيه في اكس. ونشتغل باللي فات، اقول له في كثير من الاحيان ما بتعرفش تحذف التي، يعني ما تفكرش في انك انت تعمل كده، في كثير من الأحيان مش هتعرف تحذف التي من المعادلتين علشان يبقى عندك معادلة ما بين الواي والإكس، علاقة ما بين الواي والإكس دالة، سواء دالة صريحة أو دالة ضمنية، مش هتعرف تعمل كده. طيب هتجيب الواي داش إزاي؟ دي واي باي دي إكس بيساوي إيه؟ تعال نشوف كده. دي واي باي دي إكس بيساوي لما تيجي تفاضل هنا هو الواي بدلالة إكس، مفيش علاقة ما بين الواي والاكس، ده الواي جيفن بدلاله تي، وانا عارف ان في علاقه ما بين التي والاكس، ف
فهقدر افكر واقول ان الواي جايه بدلاله تي والتي جايه بدلاله اكس، ماشي؟ يبقى دي واي باي دي اكس بيساوي ايه؟ دي واي باي دي تي في دي تي باي دي اكس. ده اسمه قاعده السلسله chain rule. يبقى دي واي باي دي اكس بيساوي دي واي باي دي تي في دي تي باي دي اكس. طيب لما اجي اشوف دي تي باي دي اكس دي اعرف احصل عليها، الاقي نفسي ما اعرفش احصل عليها، لان العلاقه معطاه اكس بيساوي يعني مثلا اكس بيساوي تي كيوب زائد 3 تي زائد 5، فانا مش معطاه تي بيساوي كام. اللي انا اعرف احصل، معلش، اللي انا اعرف احصل عليه هنا هو مين؟ هو دي اكس باي دي تي، هو اللي انا اعرف احسبه، ما اعرفش احسب دي تي باي دي اكس. الناس بتوع الرياضه قالوا لنا ايه؟ دي تي باي دي اكس ده بيساوي 1 على دي اكس باي دي تي. ومن هنا يبقى القانون اللي انا هوصل له هنا هو ان الواي داش بيساوي ايه؟ دي واي باي دي تي على دي اكس باي دي تي. ده القانون الاولاني اللي انا هستخدمه في حل المسائل. انا ما بعرفش اجيب تفاضل الواي بالنسبه للاكس مباشره، لكن بعرف اجيب تفاضل الواي بالنسبه للتي من علاقه الواي بالتي، وبعرف اجيب دي اكس باي ايه بالنسبه للتي. يبقى دي واي باي دي اكس بيساوي دي واي باي دي تي في دي تي على دي اكس باي دي تي. كان يعني الدي تي بيروح مع الدي تي، بيبقى دي واي باي دي اكس. اوكي، ماشي الكلام؟ حد عنده مشاكل؟ طب تعالوا بقى نشوف ما هو اهم بقى. لو انا عايز اجيب الواي دبل داش، يعني انا هنا جبت الواي داش ولقيت ان مشكله الواي انها مش جايه بدلاله اكس، ان الواي هنا هوت جايه بدلاله تي، فلما جيت افاضلها بالنسبه لتي، بالنسبه لاكس اسف، عشان اجيب واي داش، فضلتها بالنسبه لتي وضربت في دي تي باي دي اكس، وحسبت دي تي باي دي اكس انها بيساوي 1 على دي اكس باي دي. طب الواي دبل داش بقى مشكلتها ايه؟ معلش انا همسح كده اهو واقول ايه لما هاجي احسب، لما هاجي احسب الواي داش دي هتطلع داله في تي. يبقى الواي داش جايه بدلاله تي، وانا عارف ان التي ديت داله في اكس، فتفاضل الواي داش بالنسبه لاكس اللي هو واي دبل داش هيساوي ايه؟ تفاضل الواي داش بالنسبه لتي في تفاضل التي بالنسبه لاكس، بالظبط زي اللي انا عملته بالنسبه لايه؟ بالنسبه للواي. فالواي دبل داش اللي هو دي 2 واي باي دي اكس التربيع، اللي هو تفاضل بالنسبه لاكس بتاع واي داش، ده بيساوي ايه؟ تفاضل بالنسبه لتي بتاع واي داش، اللي هو تفاضل واي داش بالنسبه لتي في تفاضل التي بالنسبه لاكس، زي ما عملت هناك بالظبط، زي ما عملت هنا بالظبط. وبعد كده هقول ان الدي تي باي دي اكس بيساوي 1 على دي اكس باي دي تي. معلش خليني، ماشي؟ يبقى القانون الثاني اللي انا هوصل له، القانون الثاني اللي انا هوصل له هو اهو، ان الواي دبل داش هو الواي دبل داش هو دي باي دي تي بتاع واي داش على دي اكس باي دي تي اهو. طب لو احنا عايزين بقى نجيب التفاضل الثالث والرابع والخامس، لو احنا عايزين نجيب التفاضل الثالث، ايه مشكله؟ إيه؟ تقول لي طيب خلاص، ما فاضل الواي ده، الواي دبل داش، اقول لك بس الواي دبل داش طالع بدلاله تي برضه، ما اقدرش افاضله مباشره بالنسبه لاكس. تقول لي طب خلاص استخدم التشين رول، فاضله بالنسبه لتي واضرب في تفاضل التي بالنسبه لاكس، او اقسم على دي اكس باي دي تي، وده الايه؟ التفاضل الثالث. يعني التفاضل الثالث بيساوي ايه؟ التفاضل بالنسبه لتي بتاع الواي دبل داش على ايه؟ على دي اكس باي دي تي.
وهكذا كل تفاضل بالنسبة لX بعمله ازاي؟ بفاضل بالنسبة لT واقسم على دي اكس باي دي تي. عملتها ثلاث مرات، مرة مع الواي عشان اجيب واي داش، ومرة مع الواي داش علشان اجيب واي دبل داش، ومرة مع الواي دبل داش علشان اجيب الواي تريبل داش، وهكذا. كل تفاضل بالنسبة لX الدالة البارامترية بحصل عليه ازاي؟ ان انا افاضل اللي انت جبته ده بالنسبة لT وتقسم على دي اكس باي دي تي، وتقسم كل مرة وتقسم على دي اكس ايه؟ دي اكس باي دي تي. ماشي الكلام؟ طب يبقى القوانين اللي هنستخدمها ايه؟ ايه القوانين اللي انا هستخدمها اللي انا مبروزها دول؟ ان الواي داش بيساوي دي واي باي دي تي على دي اكس باي دي تي، الواي دبل داش بيساوي تفاضل الواي داش بالنسبة لتي على دي اكس باي دي تي، الواي تريبل داشز بيساوي تفاضل الواي دبل داشز بالنسبة لتي على دي اكس باي دي تي، وهكذا 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 وهكذا. اي سؤال؟ فمشكلة الدالة البارامترية انها الواي مش جاية صريحة في اكس، الواي مش دالة صريحة في اكس، لا دي الواي بيساوي دالة في تي، والاكس هي كمان دالة في تي. عشان كده لما جيتها فاضل الواي بالنسبة لإكس فاضلتها بالنسبة لتي وقسمت على دي اكس باي دي تي، اللي هي كأن ضربت دي دي باي دي. انا بعيد تاني يعني. اي سؤال؟ ناخد مثال given y بيساوي sin كيوب دي تي وx بيساوي cosine كيوب دي تي، يقول لي find y dash and y double dash، find y dash and y double dash. القوانين موجودة عندي، y dash بيساوي dy by dt على dx by dt، y dash بيساوي dy by dt على dx by dt. ادي القانون، ادي القانون اهو. طب dy by dt بيساوي كام؟ ادي y اهو، y بيساوي sin cubed، يعني كأنه قوس أس 3. طيب يبقى دي واي باي دي تي بيساوي كام؟ 3 ساين سكويرد بتفاضل الساين بالكوزين، 3 ساين سكويرد كوزين. طيب دي اكس باي دي تي، اكس بيساوي برضو قوس باور 3، قوس أس 3 كوزين أس 3، هيبقى التفاضل بتاعها بكام؟ 3 في الكوزين أس 2 في تفاضل الكوزين اللي هو نيجاتيف ساين، 3 في كوزين سكويرد في نيجاتيف ساين. اختصر التلاتة مع التلاتة، والكوزين دي مع واحدة من الكوزين اللي تحت، والساين اللي تحت دي مع واحدة من الساين اللي فوق، يفضل ايه؟ يفضل النيجاتيف ساين، ويفضل ساين على كوزين، الإشارة النيجاتيف يعني، ومضروبة في ساين على كوزين يعني نيجاتيف تاني. ماشي؟ طيب ادي الواي داش، طب الواي دبل داش هجيب الواي دبل داش ازاي؟ قانونه اهو، هفاضل الواي داش اللي انا جبتها دي بس هفاضلها بالنسبة لتي عشان هي دالة في تي واقسم على دي اكس باي دي تي. قانون قال كده اهو، قانون قال كده اهو، تفاضل الواي دبل داش هو تفاضل الواي داش بالنسبة لاكس بس هي طالعة دالة في تي، طلع بدلالة T، يبقى تفاضلها بالنسبة لX بيساوي تفاضلها بالنسبة لT على dx by dt اللي هي كانت مضروبة في dt by dx بس dt by dx معرفش احصل عليها. طيب اعمل بقى كده، تفاضل الواي داش بالنسبة لT بكام؟ اللي هو تفاضل النيجاتيف تان، تفاضل النيجاتيف تان بإيه؟ بنيجاتيف 6 سكوير dt وعلى X ده على dx by dt. ادي النيجاتيف 6 سكوير اهي اهي على دي اكس باي دي تي اللي انا واخدها من هنا، نيجاتيف 3 كوزين سكوير ساين، ما عملتش حاجه جديد، نيجاتيف 3 كوزين سكوير ساين. ممكن النيجاتيف تروح مع النيجاتيف والسكه دي واحد على كوزين فانزل السك سكوير دي تحت بكوزين سكوير، او الكوزين الواحد على كوزين دي بسك سكوير اطلعها فوق بسك سكوير، يبقى تولت سك باور 4 وواحد على ساين بالكوزين، وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، واحد على تلاتة كوزين باور فور تي
في ساين تي. هي هي ما هو واحد على كوزاين بسكة، هي سكة باور فور، ودي واحد على ثلاثة مضروبة في واحد على ساين اللي هي كوزاين. ماشي الكلام؟ ناخد مثال تاني. أي مشاكل؟ أي سؤال؟ find dy by dx at u بيساوي 2 4. معلش يا دكتور. ايوه اتفضل. يعني احنا دلوقتي المثال اللي هو الاكزامبل الواحد، لما وصلنا ان تلت سك اس 4 تي بالنسبه لكوزيك تي، لو احنا بقى عايزين نجيب التفاضل الثالث هنفاضل اللي هو اللي احنا جبناه ده بالنسبه، يعني هنمشي نفس الكلام ده نفس الخطوات دي. لا انا عايز تقول لي هتعمل ايه. هنفاضل ان انت كنت ماشي صح، هنفضل اللي انت جبته ده هو بالنسبة لتي وتقسم على دي اكس باي دي تي. طيب فضل اللي انت جبته ده بالنسبة لتي ازاي؟ حاصل ضرب الاول في تفاضل الثاني زائد الاول تفاضل الاول في الثاني. ماشي؟ ماشي. وبعد كده بعد ما تجيبه وتختصره تقسمه على نيجاتيف 3 كوزاين سكويرد ساين، تقسمه على دي اكس باي دي تي. شكرا يا دكتور. هكذا في كل مرة عايز التفاضل الاعلى تمسك اللي انت جبته ده وتفضله بالنسبه لتي وتقسم على دي اكس باي دي تي. ماشي. حد عنده اي سؤال؟ طيب تعال بقى نشوف المساله دي. فايند دي واي باي دي اكس ات يو بيساوي 2 4 x بيساوي روت 3 u ناقص 2 و y بيساوي روت 4 u زائد 1. عايز dy by dx قانونه ايه؟ شوف بص بس كملت المسألة. find also the equation of the tangent at the same point. find also the equation of the tangent at the same point. ماشي ده مطلوب تاني. طيب في الأول بس هات ال y داش. ف y داش بيساوي ايه؟ dy by du على dx by du. خد بالك ان ساعات البارامتر يتسمى u، ساعات يتسمى t، ساعات يتسمى سيتا، يتسمى زي ما يتسمى. المهم ان انا عندي في المسألة y و x و بارامتر. بارامتر اسمه t، اسمه u، اسمه سيتا، اسمه اي حاجة تانية. هنا في المسألة دي اسمه u، فيبقى ال y داش بيساوي dy by du على dx by du. دي واي باي دي يو كده هوت، لو انت جيت على جنب كده هوت دي واي باي دي يو بيساوي كام؟ دي واي باي دي يو ده جذر، تفضل الجذر واحد على اتنين الجذر، واحد على اتنين الجذر، اتنين جذر اربعة يو زائد واحد في تفاضل اللي جوه الجذر باربعة. ماشي؟ اربعة على اتنين الجذر وبرضو هنا دي اكس باي دي يو بيساوي كام؟ دي اكس باي دي يو ده جذر واحد على اتنين الجذر، ادي اتنين الجذر، اتنين جذر تلاتة يو ناقص اتنين، وفوق تفاضل اللي جوه الجذر تلاتة، يبقى ادي دي واي باي دي يو وادي دي اكس باي دي يو. هو هنا في المسألة بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تحسب لي الكلام ده هوت عند يو بيساوي اتنين، بعوض عن ديو بيساوي 2. مفيش داعي تتعب وتختصرها، مفيش داعي تتعب وتختصرها وبعد كده تعوض، لا عوض الاول. فعن ديو بيساوي، عن ديو بيساوي 2 ده هيساوي كام؟ دي واي باي ديو ده بيساوي كام؟ عن ديو بيساوي 2 اولا طبعا ال 2 مع ال 4 دي تفضل 2، وعن ديو بيساوي 2 هيبقى 4 في 2 ب 8 زائد 1 9، جذر 9 ب 3 يعني 2 على 3. لا معلش يعني دي واي باي دي يو بيساوي 2 على 3 اهي اهي انا بحسبها بحاول احسبها اهي 2 على 3 ودي اكس باي دي يو لما احط اليو بيساوي لما احط اليو بيساوي 2 3 في 2 ب 6 6 ناقص 4 2 يبقى ده هيطلع 3 على 4 3 على 4 يعني 2 على 3 على 3 على 4 يعني في 4 على 3 يعني يطلع بيساوي 8 على 9
يبقى الواي داش عند الاثنين بتمانية على تسعة. طيب انت علشان تجيب، انت كده جبت الواي داش، انت علشان تجيب، حلينا المطلوب الاولاني يعني، انت علشان تجيب الايكويشن بتاع التانجنت لازم عايزك ايه؟ لازم عايز ايه؟ الاكس والواي. فعند يو بيساوي 2، عند يو بيساوي 2 الواي بيساوي كام والاكس بيساوي كام؟ لو عوضت عند يو بيساوي 2 يطلع الاكس بكام؟ جذر كام؟ جذر 4 اللي هو بيساوي 2. ولو عوضت عند يو بيساوي 2 تلاقي الواي بيساوي كام؟ جذر 9. يعني النقطه اللي عندك 2 و3، النقطه اللي عندك نقطه كام؟ نقطه اكس بيساوي 2 وواي بيساوي 3. يبقى ديني جبت النقطة دي الX نوت والY نوت والسلوب بيساوي 8 على 9، يبقى الإيكويشن بتاعت التانجنت هيبقى Y ناقص 3 بيساوي السلوب اللي هو 8 على 9 في X ناقص 2. ماشي يا جماعة؟ معلش يا دكتور، مش في هنا نقطة تانية برضو سالب 2 وسالب 3 عشان الجذر؟ في نقطة تانية سالب 2 وسالب 3، لأن الجذر بيديك منين السالب 2 والسالب 3؟ معلش، مش الجذر حضرتك بيديك موجب أو سالب؟ لا الجذر ما يديش موجب أو سالب يا حبيبي، الجذر ده هو الجذر الموجب أصلا. تمام. جذر 16 ب 4 لكن انت يديني زائد او ناقص لما تيجي تقول x سكوارد بيساوي 16، يبقى x بيساوي كام؟ زائد او ناقص جذر ايه؟ جذر 16، لكن جذر 16 باربعة. فهمني؟ انا هنا بتكلم على الجذر الموجب. يعني انت لو عندك دي فانكشن وعارف الرينج بتاعها، الرينج بتاعها ده عمره ما يطلع نيجاتيف، ده انت هنا ده انت هنا كل القيم اللي طالعه تكون قيم موجبه، مش كده؟ صح. يلا نشوفه. وواي هنا هي كمان برضو موجبه. اي سؤال تاني؟ اي حد بيستفسر عن اي حاجه تاني؟ انا كان عندي استفسار صغير بس اخرج شويه من عند الدرس. اتفضل. فتحت لي اللي لسه عندي وكنت عايز انزل حاجات البي دي اف، لقيتش غير لكتر المحاضرة رقم 1. فتحت LMS عشان خاطر انزل البي دي افات بتاعت الشرح. فما لقيتش غير المحاضرة رقم 1 لكتر 1، لكتر 2 ما لقيتهاش. هي ما نزلتش ولا ايه؟ فتحت LMS ما فتحتش ليه التيمز يا باشمهندس؟ تيمز؟ دي ما اعرفش. ما فتحتش ليه الفايلز بتاعت التيم؟ لا ما اعرفوش للاسف. حاضر. جميل. افتحه هو دلوقتي. بص بص هقول لك تاني، هقول لك تاني. على ال LMS زي ما انت بتقول وعلى الفايلز بتاع التيمز، هقول لك بتجيبها ازاي بعد ما تخلص. لقيتهم. اوكي اوكي. فيري جود فيري جود فيري جود اكسلنت. حلو. اي سؤال تاني؟ طبعا بعد ما اخلص محاضره النهارده هحط البي دي اف فايل بتاعها على التيمز برضو، وبحيث يبقى كل الداتا عندك. اي سؤال تاني؟ اي حد عنده اي سؤال؟ يبقى سواء كانت الفانكشن اكسبليسيت صريحه او امبليسيت او بارامتريك، ها انا بعرف اجيب الديريفيتيف، بعرف اجيب الايكويشن اوف ذا تانجنت، الايكويشن اوف ذا نورمال، بعرف اجيب البوينتس اللي عندها هوريزونتال وفيرتيكال تانجنت، بعرف اجيب الديريفيتيف لاي فانكشن من نوعيات الفانكشنز دي. دي اساسيات عندنا في التعامل مع الايه الكورس بتاعنا. حد عنده اي مشاكل؟ طبعا كل ما هتحل مسائل اكتر كل ما ثقتك في نفسك هتزيد، وكل ما انت هتبقى بتحل بسرعه، والافكار هتعدي عليك بحيث ان انت تبقى تعرف تحل اي مساله دي. اوكي. حد عنده اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ بالنسبه للدكتور، انا اقدر اتمرن مثلا او احل مسائل منين؟ اجيب مسائل
يا انت عندك الكتاب يا باشمهندسة؟ لا لسه. انت اول مرة تحضري يا باشمهندسة؟ انا شفت المسجل بس. جميل، لو انت شفت المتسجل يبقى عرفتي الكتاب موجود فين، بس انت يظهر ما شفتيش كويس. الكتاب موجود في الفايلز برضو بتاعت التيمز، هتلاقوا فيه ايوه انا عارفه اسمه كورس ماتيريالز. انا عايزه مثلا حاجه ورق كده احلها. ورق ليه؟ هو الكتاب ده مش ورق؟ ايوه انا عارفه. على جلد ولا على حجر؟ يعني انا اقدر اطبعه مثلا او اشتريه هو نفسه؟ طبعا تقدري. انت يا بنتي عندك الكتاب فايل. انت عندك الكتاب فايل، تقدري تداونلوده وتقدري تطبعيه من اي مكتبه، تطبعي الفايل ده هو في صوره ورق، او لو حد من زمايلك بتاع ثانويه عامه تاخدي منه الكتاب اتسلف، الكتاب نفسه، او تشتريه من المكتبه، كتاب ثانويه عامه موجود. بس هو متقسم بارتات صح؟ يعني متقسم يونيتات، متقسم يونيتس صح؟ اي يعني انا احنا هنحتاج بس اليونيت ده ولا هنحتاج؟ لا انت هتحتاج الكتاب كله. هتحتاج كتاب الكالكولس كله. تمام شكرا لك. اي سؤال؟ طيب فيش سؤال لغاية دلوقتي؟ ايه بقى اللي هنعمله بعد كده؟ دي حاجة هنبتدي فيها بس مش هنخلصها النهاردة، هناخد بس مثال واحد بس عليه. ايه بقى الريليتد تايم ريتس؟ بيسموها تايم ريتس، يعني ايه؟ معدلات. ريت يعني معدل، وتايم يعني زمني، related يعني مرتبطة، فدي اسمها المعدلات الزمنية المرتبطة. بنعتبر ان التايم parameter بيأثر على كل الفاريبلز اللي عندنا. نعتبر ان الفاريبلز اللي عندنا كلها فاريبلز في التايم، فلها ريت اوف تشينج، بالنسبه للتايم. فالتايم عندنا هنا هو الاندبندنت فاريبل في كل مسائل الريليتد تايمز ريت. طيب هيعمل لنا ايه؟ هيطلب مننا ايه في الجزء ده؟ تعالوا كده نشوف مساله تيبيكال، مثال كده. المسائل بتاعت الريليتد تايم ريتس بتبقى وورد بروبلم، بتبقى مسائل كلامية، بالعربي بتبقى مسائل كلامية، يعني بيقعد يحكي لي حدود. بيقول لي ايه في المثال الاولاني ده؟ بيقول لي 250 سنتيمتر لدر يعني سلم. بيحكي لي حدوته كده، بيقول لي انا عندي سلم ما طوله 2 متر ونص. is leaning يعني يستند against a vertical wall، حائط رأسي، يعني انا عندي سلم مسنود على حيطه بالبلدي كده. 250 سنتيمتر ladder is leaning against a vertical wall. If the top of the ladder is sliding down. Top of the ladder اللي هو قمة السلم، sliding down تنزلق لأسفل. At a rate of 10 سنتيمتر per second. بمعدل 10 سنتي لكل ثانية. When the base of the ladder is 70 centimeter from the wall. لما قاعدة السلم كانت تبعد سنتيمتر 70 سنتي عن الحيط. Find the rate of sliding the base of the ladder. طبعا لما السلم هينزلق، لما الرأس السلم تنزلق،
اكيد البيز بتنزلق بس بتبعد عن الحيط. عايز الريت بتاع السلايدنج بتاعها. بعد كده عايز الريت اوف تشينج اوف ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين ذا لادر اند ذا جراوند. عايز معدل التغير ريت اوف تشينج معدل التغير اوف ذا ميجر مقياس الزاويه بين الزاويه بين السلم والارض. الارض فاللي انا عايز اقوله لك ان في كل مساله من مسائل الريليتد تايم ريتس هيحكي لك حدوت هيحكي لك حدوت. فلما تفكر في الحل بتاع الحدوته هتبص تلاقيه ادي المساله ادي المساله ادي سلم وادي حيطه راسيه وادي سلم. الراس بتاعت السلم بتنزلق لاسفل سلايدنج داون وبالتالي البيز بتاعت السلم بتسلايد اواي بتسلايد بعيد عن الايه عن الايه عن الحيطه لغايه ما السلم هيتبطط خالص هينزل على الايه هينزل على على الارض. الراس بتنزلق بمعدل انا عايز اشوف المعدل بتاع سلايدنج الايه البيز بتاعه الايه السلم. باختصار باختصار في كل الكلام اللي هو الدهوني في المساله دي ما قاليش رمز واحد ما قاليش اكس وواي ما قاليش معادله واحده ما قاليش دي واي باي دي اكس ما قاليش اي حاجه. انا من عندي هبتدي افرض فاريبلز انا من عندي هبتدي ارسم رسمه وافرض فاريبلز ارسم رسمه هندسيه. ايه الفرق ما بين الرسمه الاولانيه والرسمه الثانيه؟ الرسمه الاولانيه دي رسمه حقيقيه ده اللي بيحصل لكن الرسمه الثانيه دي رسمه هندسيه. انا مثلت اللادر بخط مستقيم وادي الحيطه الراسيه وادي الحيطه الافقيه اللي هي الارض. المسافه ما بين راس السلم والارض سميتها واي من عندي سميتها واي والمسافه اللي هي بعد بعد البيز بتاعه السلم بتاعه اللادر بعده عن الحيطه سميتها اكس وطول السلم 250 سم. إذن في المسألة أنا عايز أقول لك في كل المسائل بتاعة الريليتد تايم ريتس ما بيديلكش ما بيديلكش ولا رمز ولا معادلة ولا رمز ولا معادلة. أنت من نفسك بتبتدي تفترض رموز وبتبتدي توجد معادلات. طيب إزاي بتفرض وبتجيب معادلات بفهمك للمسألة؟ طب ايه تاني في المسألة مديهولة؟ بيقول لي ان الرأس بتاعة اللادر بتنزلق داون يعني المسافة واي دي بتقل بمعدل قد ايه؟ دي واي باي دي تي بيساوي 10 ولا بيساوي نيجاتيف 10؟ دي واي باي دي تي بيساوي نيجاتيف 10. ليه نيجاتيف؟ لان دي مسافة بتقل وبناء عليه انا عايزك تجيب دي اكس باي دي تي. دي اكس باي دي تي بيساوي كام؟ مش عارف. هو ده اللي انا عايزك تجيب. يبقى اول حاجه بترجم المساله لرسمه هندسيه، تاني حاجه بفرض متغيرات اكس وواي، تالت حاجه بوجد معادلات بقى. فالمعادلات اللي انا اول معادله هوجدها هي علاقه الاكس والواي بطول السلم، ان مهما تغيرت الاكس والواي دايما اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 250 تربيع اللي هو طول ايه اللي هو طول السلم. يبقى اول حاجه انا فهمت المساله، تاني حاجه حطيت فاريبلز، تالت حاجه حطيت معادلات اكس سكويرد زائد واي سكويرد بيساوي 250 سكويرد. طيب ايه اللي معطى وايه اللي مطلوب؟ معطى دي واي باي دي تي، معطى دي واي ومطلوب دي اكس باي دي تي، يبقى أنا لازم هديفرنشيت بوث سايدز وذ ريسبكت تو تي. خلي بالك في كل الريليتد تايم ريتس أنت عايز ريت، أنت عايز ريت تايم ريت،
فلازم في كل المسائل بتفاضل بالنسبة لT. طب هي الإكس فانكشن في T؟ طبعا طبعا الإكس فانكشن في T، لأن كل ما الزمن بيعدي الإكس بتتغير والواي بتتغير، فالإكس والواي فانكشنز في T هنا. طيب تفاضل الإكس سكويرد بالنسبة لT 2X دي 2X دي X باي دي T أهو 2X دي X باي دي T، وتفاضل الواي سكويرد 2Y دي Y باي دي T ماشي، وتفاضل ال 250 سكويرد ده بصفر. انت عايز ايه؟ انت عايز دي X باي دي T، فوديت في ناحية دي X باي دي T. اولا طبعا قسمت على الاثنين هنا، وبقى دي X باي دي T X دي X باي دي T بيساوي ناقص Y دي Y باي دي تي. وجيت بعد كده رحت قاسم على الاكس، يطلع لي الدي دي اكس باي دي تي بيساوي ناقص واي على اكس دي واي باي دي تي. اللي عندي هو بيقول لي عايز الريت اوف سلايدنج اوف ذا بيز اوف ذا لادر، انا عايز دي اكس باي دي تي بيساوي كام. طب امتى؟ لما يكون السلم بيبعد 70 سنتي عن الحيط، يعني لما يكون الاكس بيساوي 70. طيب دي اكس باي دي تي ده بيساوي نيجاتيف واي على اكس دي واي باي دي تي. طيب دي واي باي دي تي بيساوي كام؟ دي واي باي دي تي بيساوي ناقص 10. ليه ناقص؟ علشان الواي بتقل. طيب يبقى في المعادله ديت عندي الاكس وعندي دي واي باي دي تي بس ما عنديش واي. طب اجيب الواي منين؟ من الاكس، من العلاقه ما بين الواي والاكس، ان اذا كان اكس سكويرد زائد واي سكويرد بيساوي 250 سكويرد، يبقى لما يكون الاكس بيساوي 70 عوض هنا واحسب الواي، وده اللي انا هعمله. لما اكس بيساوي 70 هيطلع الواي بيساوي جذر 250 سكويرد ناقص 70 سكويرد، اللي هو لما نحسبها يطلع ب 240 ايه 240 سنتيمتر. يبقى لما اكس ب 70 الواي ب 240 ودي واي باي دي اكس باي دي تي بيساوي نيجاتيف 10 سنتي بير سكند. عوض بقى بدول هنا يطلع ان اهو كتبتها تاني، يطلع ان ده بيساوي كام؟ نيجاتيف 240 اللي هي الواي على 70 اللي هي الاكس في نيجاتيف 10. نقدر نختصر 0 مع 0، ويتفضل ده بالنيجاتيف مع النيجاتيف هتروح، ويتفضل ده بيساوي 240 على ايه؟ على 7. 240 على 7 سنتيمتر بير سكند، ده دي اكس باي دي تي. ماشي الكلام؟ أنا يهمني إنك تكون فاهم كل حرف وكل رقم في الصفحة دي، وكل إشارة. ليه الإشارة نيجاتيف؟ ليه الإشارة مش بوزيتيف؟ ليه؟ لازم تفهم كل حاجة، لأن اللي أنت عملته هنا مع المسألة دي هتعمله مع أي مسألة تانية هتجيلك، والمسائل هنا كتيرة. فاسألوا لو عندكم أي سؤال في الحتة دي. يعني احنا يا دكتور هنا جبنا الواي مثلا من نظريه فيثاغورس او ما شابه بالظبط كده. ليه بقى؟ لان ادي العلاقه اللي بتربط ما بين الواي والاكس اهي. اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي 250 سكوير، فعند اي نقطه يديني الاكس بتاعتها اقدر اجيب الواي بتاعها. عند اي وضع للسلم، لو كان السلم كده او نزل بقى كده أو نزل بقى أكتر بقى كده، واخد بالك؟ نزل أكتر بقى كده، في أي وضع للسلم الواي زائد الإكس بيساوي 250 سكوير. لو عرفت الواي تجيب الإكس، لو عرفت الإكس تجيب الواي. يعني هو ممكن كان يقول لي أوجد هذا الريت لما يكون رأس السلم على بعد مثلا 50 سنتي، يعني مديني الواي، فأنا هجيب الإكس من العلاقة بين الواي والإكس.
أي سؤال تاني؟ أي حد عنده أي سؤال؟ كل شيء مفهوم؟ جميل. تمام جدا يا دكتور. تمام. طيب انا بقى هقف النهارده عند النقطه دي، مش هشرح حاجه تاني. خلي بالك انا ما كملتش المثال، وانا قصد ان انا ما كملتش المثال. لسه ناقص بي صح؟ اه نعم، لسه فاضل بي. لسه فاضل بي. لسه فاضل بي. ولسه فاضل امثله تانيه. ولسه فاضل امثله تانيه. انا عايزك في الريليتد تايم ريتس ديت، عايزك تذاكر الجزء ده، عايزك تذاكر الجزء ده تفهمه كويس قبل ما اشرح اللي بعديه. ولو حد منكم فهم الجزء ده وحب يحضر نفسه للمحاضره اللي جايه، بقيه المحاضره هسيبها لك تقراها، هشرحها المرة اللي جاية. لكن لو في حد حب ان هو يزود فهمه، كويس قوي ان هو يقرأ الكلام ده قبل المحاضرة. يعني الجزء اللي بعد كده انا هعمل اسكيب من هنا. الجزء اللي بعد كده فيه امثلة تانية. فيه امثلة تانية. ادي مثال. وادي مثال تاني. على الايه؟ وادي الواجب. ماشي؟ انا بس خلصت النهاردة لغاية المطلوب الاولاني بتاع المثال الاولاني. عايزك في المسألة دي تعرف ان انا في الـ related time rates مش هدي لك ولا معادلة. بعد المسائل كده مش هدي لك ولا معادلة. مش هدي لك ولا variable. انت من نفسك هتكون معادلات وهتسمي variables من فهمك للايه؟ للمكتوب. عشان كده المسائل دي بتبقى مهمه قوي، لانها ممكن لو انت ما فهمتش ايه اللي احنا بنعمله، او لو في كلمه ما عرفتش معناها، ممكن تحل غلط خالص. ماشي؟ وموجود عليها مسائل امثله كتير في الكتاب. موجود. موجود عليها امثله. بصوا بقى، احنا النهارده دي الاكسرسايزز بتاعت يونت 1. نعرف نحل كله اكسرسايز 1 و1 و1 2 و1 3 و1 4 و1 5 هو بتاع الريليتد ريتس. فلو اعتبرنا ان احنا هناخد الواجب لغايه اكسرسايز 1.4 ونخلي الواجب بتاع 1.5 للمره اللي جايه، لما ناخد ايه؟ لما ناخد ال 1.5، لما نخلص الامثله بتاعته يعني. ماشي؟ انا خدت مثال واحد بس انا. اوكي؟ يعني بيشتغل يعني هنحل الصفحه كلها صح يا دكتور؟ نعم؟ هنحل يعني مثلا اكسرسايز 1 ده هنحل الصفحه كلها مش ارقام معينه. كل المسائل في الشيتس بقى اللي انت هتسلمها، احنا مختارين بعض المسائل، لكن انت لنفسك لحلك لفهمك، ها، علشان خاطر لما تيجي تدخل الامتحان تعرف تحل، لازم تحل كل المسائل. زميلتنا اللي كانت زميلتكم اللي كانت بتسال على المسائل فين، اهي المسائل اهي صفحه 8 و13 و21 في الكتاب ده. طيب يا دكتور، بعد اذن حضرتك. نعم. الكتاب بالنسبه للكتاب، اجيب الكتاب بتاع الثالثه ثانوي السنه دي؟ هات، مفيش مشكله. نفس المسائل، نفس الطبعه على فكره، تلاقي نفس الكلام. ماشي يا دكتور. هو ماشي. انا هسلم الشيت ازاي بعد اذن حضرتك يا دكتور؟ نعم. هو انا هسلم الشيت ازاي؟ يعني الهوم ورك ده هسلمه ازاي؟ على ال ام اس؟ ده هوم ورك لنفسي يعني؟ اللي بيطلب منك، اللي بيطلب منك بيبقى جزء من هذا الهوم ورك. مش كل ده اللي انت هتسلمه. تمام. ماشي؟ تمام.
جزء منه بس اللي انت هتسلمه. هتسلمه ازاي بقى؟ هيطلب منك المعيد يا اما تسلمه على الـ LMS، يا اما تسلمه على جوجل شيت، يا اما تسلمه في الكلية in hand. هو هيطلب منك يتسلمه ازاي. ماشي؟ تمام. اوكي. لكن الهومورك ده دي المسائل اللي انت حضرتك تعرف تحلها. ماشي؟ حد عنده اي سؤال؟ انتوا 80 واحد 79 واحد حاضرين دلوقتي. انا هاخد الاتندنس دلوقتي. اوكي، حد عنده اي سؤال؟ معلش يا دكتور، وانا بحل كده مثلا لو في حاجه وقفت معايا مثلا اعمل عليه مثلا خط كده ان انا اجي المره ان شاء الله اصلح حضرتك. ممكن، او ممكن كمان اي حاجه وقفت معاك عندك التوتوريال تسال فيها، عندك الباشمهندس تبعت له ميل بالحاجات اللي وقفت معاك ممكن يجاوب عليك، عندك انا تبعت لي ميل وارد عليك، عندك اربع اشخاص تقدر تسالهم، انا والتلات معيدين اللي معايا. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو العفو. حد عنده اي سؤال؟ يا دكتور استاذن حضرتك ترفع المحاضره على مايكروسوفت ستريم؟ نرفع على مايكروسوفت ستريمز. اشمعنى؟ عشان اشوفها تاني حضرتك. ما بعرفش اشوفها عشان عندي تليفون. ما بتعرفش يعني تشوفها تاني على التيمز؟ عشان عندي تليفون، عشان بدخل من تليفون. عشان بتدخل من تليفون. طب أيوة حاضر حاضر، هعمل لكم شانل اسمها بيزك ماس على الـ على المايكروسوفت ستريمز، وهحط لكم اللينك بتاعها على الايه، اذا ما كنتش عملت كده مش فاكر اذا كنت عملت كده ولا لا، حط لكم اللينك بتاعها على التيمز. تدخل تاخد اللينك من التيم وتدخل جوه الشانل تشوف كل الفيديوهات على الستريمز. حاضر. لو سمحت حضرتك. نعم. ممكن ترجع على سلايد رقم 3؟ عندي سؤال. اللي قبل دي. اللي قبل دي؟ ماشي. دكتور عاوز يخرج. نعم. عاوز يخرج يخرج؟ يخرج، مفيش مشكلة. مش مشكلة. أنا خدت الاتندنس خلاص. سلايد رقم 3، عندك سؤال في إيه؟ دلوقتي التان اللي هي واي داش. ايوه. احنا لما فضلناها ليه ما فضلناهاش لوحدها عادي؟ لو انت يعني عايزه تكتبي، عايزه تكتبي سك سكويرد وبس. ايوه، نيجاتيف سك سكويرد تي وبس كده، يبقى انت فضلتيها بالنسبه لتي يا باشمهندس. تمام، ما هي كده اساسا هي كده واي داش، مش ما هي كده جاهزه. انت عايزه ايه؟ ايوه انا افضلها ماينس سيك سكوير تي. ايوه، ما انا بقول لك كده كده. هل انت كده جبتي واي دبل داش؟ ايوه. لا يا فندم، انت كده فضلتيها بالنسبه لتي. الواي دبل داش تعريفها هي التفاضل تاني بالنسبه لاكس. تعريف الواي داش هي تفاضل بالنسبه لاكس، والواي دبل داش هي تفاضل بالنسبه لاكس. لما انت تفضلي تان تي بسك سكويرد تي، يبقى انت كده فضلتيها بالنسبه لتي ولا الاكس؟ جاوبيني بس. بالنسبه لتي يعني. جميل، هل ده بقى هو اللي انت عايزاه؟ بس ما هي واي داش هي كده بالنسبه لتي واكس. واي داش بيساوي، واي داش بيساوي تان تي. ماشي. جميل. هي كده احنا لما فضلناها كده كانت متفضله بالنسبه بالنسبه لتي واكس، احنا بنفضلها زي ما لا 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 لا، هي متفضله بالنسبه لاكس. الواي داش هي تفاضل الواي بالنسبه لاكس، نتيجتها تان تي. لو انا عايز اجيب تفاضلها بالنسبه لاكس، اشيل التي ديت وعوض عنها بدلاله اكس وبعد كده افضلها، مش هتطلع تاني، مش هتطلع سك سكوير دي، هتطلع سك سكوير تي في حاجه تانية. فاهماني؟ تمام ماشي، شكرا. العفو العفو.
اي سؤال تاني؟ انا واقف التسجيل.